هناك كان طاغية زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسمى النمرود. هذا طاغية كبير. Dans les prophètes d'Abraham, c'est un démon vraiment gros qui vit sur la terre. Il s'appelle Nimrod. هذا النمرود له يعني حكم وتسلط على الناس كان. Il tient les rois, il tient l'autorité sauvage, le démon. زاد في تسلطه وفي طغيانه. Il tient sur les limites dans transgression. حتى ادعى أنه رب. Iskalet claim qu'il est le bon Dieu, le créateur. سبحان الله كل واحد منا يعلم أنه مخلوق. إنه دونه كنجر ربيتو الله كي يكرياتي إيمان. فقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إتجابة إبراهيم كمسا عليه السلام. أنه هو رب. يعني النمرود. نمرود يجي مكيك سنيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال له. إبراهيم إجابة كمسا بفتا بعام. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت يعني يخلق من العدم. الله créateur, il donne la vie, il donne la mort, il fait du monde vivre, exister depuis après de partir exister. قال النمرود أن هو يحيي ويميت. النمرود إجابة بفتا بعام كمسا بموسى ما donne la vie, ما donne la mort. كيف تحيي وتميت؟ كما يه donne la vie, donne la mort. كان لديه رجلان في السجن. كما يجي يمن لي تنا دي جيمون دي زوم دا بريزون محكوم عليهما بالقتل بالقصاص وتين جاي باس بيا دي كلو زوت ودي زوت دال دو زوت لا بينيشون لا مور قال واحد منهم انا اقتله والثاني انا اتركه هذا معنى يحيي ويميت اعوذ بالله هو لا يفهم نمرودي تي في باس بيا دي كي تي سين نامو بو باس بيا دي كو تي بو جاي تو يمم سالو مو بو بادون لي لا لا في دي موس مو دون لا في مو دون لا مور يبان كوبون كوا كي كو ابراهام بيتيري جاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يناقشوا في هذه المسألة تركوا جاءوا بحجة أعلى. البروفيت أبراهام بان دي بديلو سا إيشو كيلا كوز يمنى لوب لاكو يبن لي فوقه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق البروفيت أبراهام جاب يقول سيما الله يفي سولي ليف دان ريس